خلونا نتكلم احسن مع دكتور محمد شيحة نائب رئيس النادي الاسماعيلي السابق. يا دكتور محمد مشرف ومنور. مساء الفل يا حبيبي، وشكر جدا على دعمك ووقوفك مع النادي الاسماعيلي، يعني كنت ظهير اعلامي قوي لجمهور النادي الاسماعيلي والفريق النادي الاسماعيلي. بشكرك والله يا كريم، شكرا جزيلا. يا رب يخليك، يا رب يخليك. دايما نقدر ونحب الاسماعيلي، كل يعني الاسماعيلي دايما اقول كده، اللي جماهير الكره المصريه تتفق على حبه، يعني مفيش حد ما بيحبش الاسماعيلي حتى لو بيشجع اي نادي اخر. يعني والله الحمد لله احنا ربنا رزقنا ببعض الاعلاميين امثال حضرتك المهنيين. متشكر جدا. الوضع بقى انا عايز اعرف منك الوضع بالنسبه للاسماعيلي في الموسم الجاي، وخاصه بعد ايقاف القيد رسميا. انا كنت مع حضرتك في حلقه قريب وقلنا الارقام ده، وكان سابق لحضرتك في البرنامج. صح. وبعض الناس شككت في اللي احنا قلناه، وادي للاسف اول تطبيق للواقع ان انت عندك ايقاف قيد نور الزمان الزموري، لاعب لم يرتدي تيشيرت النادي الاسماعيلي، 24 مليون جنيه. وعندك الاستاذ محمد الطويله مشكورا، كان عنده ايقاف قيد في يناير الماضي نظرا لتدخل شخصي مني ومن احد كبار الاسماعيليه، وتدخل مباشر من معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ دكتور اشرف صبحي اللي بشكره على وقوفه ودعمه للنادي الاسماعيلي. الراجل مشكورا ترفع عن ايقاف القيد في يناير الماضي لنظرا للظروف اللي احنا كنا فيها يا كريم، واجل ايقاف. فطبعا النهارده في الفتره الحاليه الطويله كمان مش هيسكت، هيبقى عاوز ينفذ الوضعيه بتاعته، لانه خلاص يعني من وجهه نظره هو عمل اللي عليه. مش عايز اتشائم، انا يعني هتفائل وهستغل وجود الدكتور عبد المنعم عماره والقائمه اللي هو مرشحها، والراجل قال انه عنده حلول، انا بدعمه وبقف جنبه وبسنده، ونتمنى يا رب ان هو يقدر يحل المشاكل ديت. بس الفلوس دي لازم تدفع بسرعه. يعني حتى انا لما حصل قلت معاك في البرنامج ان انا قلت ان المدينيه 560 مليون، يعني تقارب ال 560 مليون جنيه. الدكتور عماره اتهمني بالجنون، يعني او ان انا بقول اي كلام او ده اسفاف، فدهم منهم 72 مليون جنيه immediately. يعني دول قرارات، الباقي هيجي تباعا. انا برضو مش عاوز اتشائم، انا متفائل بوجود دكتور عماره والقائمه بتاعته وبقيه المرشحين ال 30 ان شاء الله يمدوا ايديهم للنادي الاسماعيلي، وانا اول واحد داعم واقدم كل الدعم سواء مادي او معنوي او علاقات، اي حاجه هم محتاجينها او النادي الاسماعيلي محتاجها انا اول الخادمين ليهم وللنادي الاسماعيلي طبعا قبلهم. واتمنى ان المشكله تتحل سون از، لان في كارثه. انت بتتكلم في حاجه و70 مليون جنيه يا كريم ايقاف قيد، لسه ما اتكلمناش بقى في قيد لاعبين وتعاقدات جديده وتعاقدات قديمه ومستحقات قديمه. مش عايز اسود الشاشه، انا قبل كده قلت معاك، لكن هو ده الواقع. وفي نفس الوقت انت دلوقتي عشان تقدر تجيب الموارد ديت او تقدر تشتغل بشكل سريع جدا، انت من جانب اخر محتاج تبيع بعض اللاعبين المهمين، ولو بعت لاعبين مهمين ما المشكله يا كريم ان انت ما عندكش صلاحيه ده دلوقتي. اللجنه الثلاثيه اللي بتدير النادي كابتن اسماعيل حفني، الاستاذ محمود اليسخي، الاستاذ محمد اسماعيل، ليس لهم الحق في بيع وشراء اللاعبين، وليس لهم الحق في اصدار اي قرارات. دي لجنه لتسيير الاعمال اليوميه الهامه للنادي، وانا بناشد معالي وزير الشباب والرياضه كما عودتنا على الوقوف مع النادي الاسماعيلي، ارجوك شوف اي حاجه في القانون تعطي الصلاحيه للجنه الثلاثيه في بيع وشراء اللاعبين. لان من اقامت دعوه محل اللجنه اللي موجود انا موجود فيها هو من اوصل النادي الاسماعيلي لما نحن فيه للاسف. لان اللجنه لو فضلت وكانت عملت الفرقه وظبطت الامور التعاقديه ديت والخلافات الماليه اللي مع الاخرين، كانت هتسلم النادي في شهر 10 على طبق من ذهب لايا من يريد. طيب ممكن اسالك لكن سؤال؟ للاسف الوضع صعب جدا. انا عايز افهم، وبعدين انا شايفه اختفى من المشهد. انا شايفه مش موجود. انت فين يا ابني ما تقف مع النادي الاسماعيلي؟ انت كنت خايف الانتخابات ما قامتش. طب الانتخابات قامت، هي ما دخلتش ليه يا حبيبي؟ طيب كابتن، ما دخلتش كابتن ليه؟ دكتور محمد عايز اسالك على حاجه مهمه جدا دلوقتي. لو في عروض رايحه للنادي الاسماعيلي لبعض اللاعبين، انا موافق وانا كنت موجود في النادي كمسؤول على اي لعيب يجي له عرض يمشي. ال 30 لعيب لازم يتغيروا. انت حضرتك شفت وانا كنت معاك وقلت، وربنا سبحانه وتعالى بيكمل ستره عليا وعلى اعضاء اللجنه برئاسه ابو بكر حديدي والمستشار طاهر الشافعي والدكتوره هناء والدكتور نصر وفيالي وحماده الطاهر والكابتن اسماعيل، ان اللعيبه اللي كانوا قعدوا في البيت يا كريم قعدوا في البيت. رجعناهم وعملنا فريقين من المميزين، فرقه مسكها احمد الجمل وفرقه مسكها ايمن خليل تحت قياده كابتن اسماعيل، سوري كابتن اسماعيل حفني وكابتن صبري المنياوي،
وكابتن بزوكا، وكان معاهم حسيب واسلام كاظم واحمد عبده واحمد السوري، طلع النهارده اللعيبه اللي انت شفتها بحيري ووجدي وعبد الله السعيد ومروان ما شاء الله طبعا، كان مع الفرقه الكبيره بس ما كانش اخد، وقبلهم ابو بكر حمزه وقبلهم عمر الساعي. طيب. هو ده اللي احنا كنا طيب كابتن شيحه، كابتن شيحه انا بس في نقطه مهمه كمان، انا بحسب معلوماتي ان الكابتن حمزه الجمل بيفكر كمان في عدم الاستمرار مع الاسماعيلي لو الامور دي ما اتحلتش، وبصراحه كده لا انا حمزه بصراحه مختلف معاك وارجوك يا حمزه ارجوك يعني، وانا كمشجع اسماعيلاوي اوعى يا حمزه تساعد على تكرار الاخطاء الماضيه، لابد من استمرارك على راس الاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي، انت ادرى الناس بالنادي الاسماعيلي. كمل جميلك مع النادي الاسماعيلي، واوعى تكون انت السبب في انه يحصل زي ما حصل السنه اللي فاتت يا حمزه، انا بكلمه كصديق يعني طيب. وانا بقول رايي كمشجع. طب عايز اسالك على ضوء قربك بقى، انا عارف ان دلوقتي انت مش في موضع مسؤوليه، على ضوء قربك من معظم لاعبي الاسماعيلي وتحديدا باهر المحمدي، هل باهر المحمدي مستمر ام سيرحل عن الفريق؟ والله انا وانا موجود جالي عروض، وانا قلت على الهواء ان كان احدها النادي الاهلي. بعد كده ما حصلش تواصل لان انا مشيت، ممكن يكونوا تحدثوا مع المسؤولين اللي موجودين. عبد الرحمن نفس الوضع، جاله عده عروض برضو وانا موجود. بيراميدز والبنك الاهلي برضو ما حدش كلمني، انا بره دلوقتي. لكن هناك بعض اللاعبين كان عندهم عروض طبعا. هاشم كان جاي له، محمد دسوقي كان جاي له، محمد حسن كان جاي له، عماد حمدي كان جاي له، عصام صبحي كان جاي له، محمد فوزي الجون كان جاي له.